الخير على كل مشجعي ومشجعات مهارات عظيمة. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقتنا. طبعا النهاردة هنشوف مهارات جديدة وهنعمل مع بعض وصفات إن شاء الله يا رب تنول إعجاب حضراتكم. هنعمل وصفات خاصة بالعيد لأنك عارفة أن كلنا دلوقتي بنستعد لوصفات العيد الرائعة. خلينا نبدأ في وصفة جميلة من وصفات المحببة ناس كتير. إيه؟ لانكشاير. لانكشاير من الوصفات الجميلة، هي حاجة بين الغريبة والبسكوت لكن حلوة قوي، ناعمة جدا، ليها كده شكل جميل، يمكن ما بتطبعش بره كتير لكن نقدر نعملها في البيت بوصفات بسيطة وجميلة. هنعمل كمان من مخبوزات الأفران اللي احنا معتادين عليها، هنعمل معانا كعب الغزال وهنعمل كمان المنين. خلينا كده نشوف يعني هنبدا بايه. هنبدا باللانكشاير وخلينا كده نقول ايه ابتدى معانا الشوط الاول ونبدا مع بعض نقول المقادير. عندي للانكشاير عندي كوبايتين من الدقيق، كوبايتين زيهم بالظبط من النشا الكورن فلاور اللي هو النشا الذره. طيب عندي بيضه، عندي كوبايه من الزبده، وعندي ربع كوبايه من السكر البودره، عندي طبعا للزق هو حاجه كده شبه البيتي فور بس بشكل مختلف، عندي شوكولاته قابله للدهن، عندي مربى، عندي شوكولاته فارمسال اللي هي الملونه او الساده، فستق او مثلا جوز هند او الوان طعام صحيه لو حابين نغير في لون وشكل العجين. طيب انا يعني ايه هبدا مع حضراتكم الاول بسم الله. هي وصفه لطيفه جدا. خلينا نتكلم اول حاجه عن الزبده. طبعا الزبده لو هنستخدم زبده في اي حاجه خاصه بنواعم العيد ليها كده تكنيك. بصوا الزبده دي انا هدوس كده بصباعي هوري لحضراتكم. بصوا هي الزبده دي هدوس كده، شايفين صباعي ساب اثر ازاي؟ دي اسمها بدرجه حراره الغرفه. انا مش عايزاها تدوب لدرجه انها تبقى كريمي، لا انا عايزاها محتفظه كده بنفسها عشان لما ادوس فيها تبقى خدت درجه الحراره، يعني ما هياش مجمده من الثلاجه. دي مهمه قوي عشان تدي فوليوم مع حضراتكم وتنعم، حتى لو بتعملوا بيتي فور، بتعملوا بسكويت نشادر او اي انواع من انواع البسكوتات اللي بيستخدم فيها نسبه زبده وليس سمن. ولو السمن لازم تكون برضو ماسكه نفسها شويه، يعني ممكن تبقى بارده وطلعت تهدى عشان ما تبقاش لا مذابه ولا العكس. انا هاخد كده كميه الزبده الاول، خليني الاول اتاكد انه لا سمن مش حلو. يعني احنا دايما بنقول ايه، بص هو طبعا في ناس بتعمل البيتي فور ساعات بالسمن وبينجح، بس انا اللي عايزه اقوله لحضراتكم انه انجح حاجه في البيتي فور واللانكشاير يمكن بسكوت النشادر ينفع فيه سمنه وينفع فيه زبده، لكن الزبده دايما بتبقى مختلفه الحقيقه. طيب انا هاخد كده كميه الزبده دي، كوبايه تقريبا من الزبده، احنا كده اتكلمنا عن القوام بتاعها. هاخد معاها شويه السكر البودره دول، ولو السكر حضراتكم في البيت نخلينه، يعني اقصد انتوا اللي طحنينه انخلوه، ما تخلوش فيه البواقي الحبيبات دي عشان يفضل دايما ناعم ويديكوا قوام حلو ما فيهوش اي مشكله خالص. بسم الله نبدا بقى كده نشغل. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه الينها شويه. ألينها شوية. عندي هنا البيضة وفي فانيليا هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أهي هاخد من دول كده مع البيض، هحط كده شوية من الفانيليا مع البيضة. خلاص نضرب شوية حلوين. هتلاقوا مع الخفق الزبده بدات تطرى وبدات اللون بتاعها بدل ما هو اصفر قوي بقى اصفر يفتح شويه، يميل للابيض شويه شويه، ده مهم. وبعدين عندي هنا يفتحها يبقى ايه يميل للون المصفر الفاتح او الاوفايل كده. طيب انا هاخد كده ايه بالسباتشيلا مثلا، عندي هنا كميه الدقيق، بسم الله الرحمن الرحيم، وكميه النشا. هقلب كده واحط معاهم ذره الملح كده. وصفه بسيطه وسهله لكن عايزه اقول لحضراتكم بقى النتيجه بتاعتها جميله قوي ولطيفه جدا. خليني برضو ايه ارفع كده، بسم الله الرحمن الرحيم، هرفع انزل الجوانب
مهم قوي انزل الجوانب. اه والله حبايب قلبي انتوا والله حبايبي منورين الكنترول كلكم والله يا روح قلبي، على الرغم اننا اللي لابساها مش انتي. هما بيعكسوني في الكنترول برضه بشرك حضراتكم يعني، عاجبهم اللون الفوشيا اللي انا لابساه فبقول لهم ميرسي تسلم ايديكم يعني. كلكم ذوق والله حبايب قلبي. هحط البيضه ونبدا نخلط سوا. بسم الله. انا هنا قلبت خلاص الخليط ده، هاخده معايا وحطيت عليه ذره الملح. خليني بقى بسم الله عايزه انزل بس اللي في الجناب كمان تاني شويه كده. ايوه انا شايفه من هنا، يا سلام، عشان بس البيضه تختلط حلو. طبعا انا ممكن في المرحله دي اعمل، عارفين بايه؟ اعمل بالشبك، يعني اخلي الشبك هي اللي ايه اللي الاول تخلط ده، لكن ان شاء الله هو هيختلط على طول برضو باذن الله. بسم الله. وبعدين تعالوا بقى ايه، كده اختلطت البيضه حلو. تعالوا بقى اخد كده، بسم الله الرحمن الرحيم، ناخد كده الخليط ننزل منه شويه شويه. بسم الله. طبعا على حسب نوع الدقيق. تعالوا كده نجرب. بسم الله الرحمن الرحيم، نخلط بالراحه وبعدين نزود عشان ايه خليني انزل تاني من الجوانب كده، معلش عشان انا طبعا عايزه اخد الزبده اللي من تحت دي. ايوه تدخل في كل خليط الدقيق. بصوا شايفين قوي كده كده، بصوا كده. بسم الله. ونخلط بقى خلطة حلوة. امسك بس الخليط كده اشوفه. بصوا بصوا لازم اهو هيبدا بس يتعجن صح عشان يبدا السمن. الزبده لسه ساقعه، اول ما بتدخل وتاخد الحراره الدنيا هتبقى جميله جدا. خلينا ايه تمام بس نقفلها حلو كده مع بعض، تاخد الخلطه الحلوه بتاعتها. بسم الله.
حاله بقى اهي. خلاص نجمع بقى العجينه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بص مع بعض. بسم الله. هنزل ده، هاخد دول كده هنا. بصوا بقى هطلعها معلش هنا في بوله تشوفوها قدام حضراتكم او احسن شكل احسن اهو. اهي 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 اهي. تعالوا بقى نعمل كالاتي. هعملها بس كده بايدي كويس اهي. احلى حاجه انها تبقى ماسكه نفسها كده. عارفين بقى لما اجي اشكلها دلوقتي هتطلع رائعه. الفرن عندي لو الفرن حامي قوي خلوه 160. نعملها معامله الغريبه لانه لانشايد ده لازم يطلع فاتح، لونه فاتح. تمام. نجمع بس كده. بصوا العجينه حلوه. تعالوا بقى نشوف هنشكله ازاي. اولا انا ممكن اقسم كده العجينه بالايد، فاخد جزء ابيض واخد جزء تاني الونه. عندي الوان الجل اقدر اعمل منه لون تاني اهو. الوان صحيه للطعام، الوان جل. تعالوا كده نشوف ممكن يدينا لون عامل ازاي. بصوا اللون اهو كده. ويا سلام بقى لو كان في كمان مجموعه الوان تدخل في بعض، يعني ممكن انا ادخل ده ولون كمان. بصوا بصوا اول ما بخدم العجينه بتطرى معايا في ايدي ازاي، هتبقى لينه جدا. بصوا الله 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 الله، هتشوفوها دلوقتي رائعه. بصوا تقدروا تخلوها كده رخاميه. شوفوا انتوا شايفينها كده رخاميه اهي، ونقدر نفضل نعملها لما تبقى اللون الاحمر الثابت بتاعنا او البينك. يعني لو تقلتوا الاحمر ده شويه هيبقى احمر، لو سبتوه كده بس احنا بقى ايه عايزينها تبقى حمراء وحلوه. بصوا الجمال، شايفين شايفين العجينه حلوه ازاي. الولاد بقى يحبوا قوي يشتركوا ويشاركوا في الحاجات الحلوه دي. الله الله الله. انا ببص معاكم. يلا بينا. تعالوا بقى ناخد هنا ايه، نجيب صاج، صاج كده جميل. بسم الله. هحط عليه ورق زبده. انا مش محتاجه ادهنه زبده، انا بس عايزه اثبت ورقه الزبده. فاللي هو هياخد كده فرشه نقطه من الزيت القمر بتاع مليان ده، حط هنا في الصاج، وهبدا اعمل كالاتي. امسح بس كده مسحه عشان تمسك لي ورقه الزبده اهي، ما تتحركش في الفرن. خلاص تعالوا بقى نشكل سوا مع بعض ازاي. لا ورق الزبده ما بيدهنش طالما هو فيه زبده ولا البسكوت. بصوا بقى عايزين توزنوه بالميزان، اوزنوه. انا بعملها قد حبه البندقه بقشرها. عارفين حضراتكم حبه البندقه اهو. يلا هنحط كده، ولا هلمسه هي كور انا، ولا هفرده ولا هتك عليه ولا حاجه، هو هياخد الشيب ده وهيتفرد لوحده. بصوا كده بصوا كده، هنعمل شويه حلوين. الله الله اهو صف كده. بس بصوا اعملوه اتنينات، يعني حضراتكم احسبوا الكور دي اتنينات عشان كل اتنين نلزقهم في بعض. ممكن بقى تبقى واحده واحده اهو. بصوا الجمال، تبقى واحده بيضه وواحده ملونه، تبقى اتنين ملونين او واحده واحده، براحتكم. ده بقى الولاد هيحبوا قوي المشاركه في الحاجات الحلوه دي. ووري حضراتكم اللي انا عاملاه برده في شكل كده رخامي رائع، مسافات بينهم عشان لما يفرد ما يلزقوش في بعض. ادخل تعالي يا رانيا اتفضلي. بيقولوا لي احنا عايزين نلعب مع حضرتك. يعني انا عايزاهم يجوا يلعبوا يعملوا كلهم ما عاوزين. هم ما شاء الله كلهم بنات، الله اكبر عليهم، شاطرين ما شاء الله. ندى ورانيا واسراء. مين في البنات ناسياه؟ مين مين لسه قايله ندى؟ قايل لك يا اول اسم، اشتكي لمامتك دلوقتي. وهديه حبيبتي، هديه جميله طبعا. ومخرجنا، هو احنا نعرف نطلع شغل حلو ده من غير مخرجنا استاذ سمير؟ يا نهار ابيض، كل فريق كنترول ومصورين اللي معانا في الاستوديو. بصوا بقى انا عملت اهو صف. تعالوا بقى نعمل شويه بالالوان. شايفين قد ايه؟ عشان هي هتكبر شويه صغيره، مش عايزاها تكبر قوي. بصوا قد البندقه اهو. ناخد الحمراء بقى
عايزين تعملوا بقى احمر ازرق. بصوا الجمال اهو، يلا وهوري حضراتكم شكلها ما بتطلع. عايزين تكبروها شويه عن كده ماشي، يعني اللي يريحكم. هو طبعا شكله بيبقى رائع. بصوا هعمل لكم واحده ثانيه على ايدي هنا تشوفوها اهي. بصوا الجمال اهي، بصوا احمد الاسطوره، ادينا قلنا هو يا اسطوره. احنا نقدر. تحيه لكل العاملين والقائمين على قناه الاهلي، وكمان مراد المونتير. احنا يعني نهار ابيض، احسن ناس احسن اخلاق حقيقي والله. فعلا الرياضه دي لازم فعلا فعلا اخلاق، بس المهم الناس تعمل بيها بجد والله العظيم. يعني التعامل مع الموضوع ده صعب جدا، خصوصا لما بيكون في منافسين. منافسه اللي هي شريفه دي بتبقى رائعه، لكن المهم انها ما تتحولش لحاجه تانية. بصوا الجمال، هوري بقى حضراتكم احنا عاملين شويه بالوان تانية اهم، وعاملين شويه كبار شويه، يعني اللي انتوا عايزينه بقى في كل الاحجام. عملنا كده شويه وعملنا الشكل الصغير. بصوا بقى اول ما بيطلع من الفرن ده حجم الصغنن ده اهو، شايفين ده حجم وده حجم اكبر. انتوا بقى اختاروا الحجم اللي يناسبكم، ودي احجام تانية ممكن تسيبوه كده وممكن يتحشي برضو زي ما احنا عايزين. هاخد بس العجينتين دول كده هنا جنب بعض وايه، ونشيلهم اهو. هاجي بقى معلقه صغيره كده، انا عايزه اوري حضراتكم هعملها ازاي. هنا النار دافيه، هاخد شويه مربى. المربى لو انا عاملاها هاخد كده وايه، عايزه بس ادفيها سنه، يعني حاجه بسيطه، فهحط لها نقطه بسيطه من الميه، نقطه كده عشان تبقى لينه سنه معايا اهو، لينه تلين بس كده وتبقى ايه ناعمه، او تضربوها مثلا في الطحان فتبقى بيوريه. المهم ان هي ايه تبقى ناعمه ما فيهاش قطع، يعني عشان تمسك كويس وتبقى جميله. طيب هناخد بقى اخر حاجه اللي هي هنشكلهم ازاي. بسم الله اهو، بصوا هناخدهم نلزقهم في بعض. طبعا دول هيدخلوا الفرن على حراره 180 لو الفرن مظبوط حرارته كويسه، على الشبكه في النص اهو. اول ما يبدا يفرش وياخد الشكل ويبقى من تحت ذهبي فاتح خلاص، المهم لونه من فوق ما يغيرش، مفيش شوايه، يعني فرن ومروحه. لو الفرن حامي يبقى الحراره 160 زي الغريبه اهو. هقفل كده وبعدين هاخد كده بوله اهي، ايوه نلزق بس واحده نوري حضراتكم الشكل العام بيبقى عامل ازاي اهو. بصوا كده، واحنا ايه ناخد الاول بالشوكولاته عشان ده جاهز معانا. تعالوا بقى نعمل كده وحدات من الصغيرين دول اهو. مثلا لو انا هاخد بالمربى، بالمربى مثلا هفترض كده، انا عايزاها تطلع بره سنه، دي اللي جنبها اهي. بصوا بتطلع منين؟ من الحروف. ازاي الحروف دي؟ باخدها اروح بيها عند الفستق، اعمل كده اهي، شايفين حضراتكم ازاي بقت كده اهو. ناخد كمان واحده، هقول بالمربى عشان كده انا عايزاها تطلع بره سنه سنه، عشان الحرف ده لما يطلع بره المربى يلزق معايا في حاجة تانية. ادي الفارمسل، ادي شايفين ازاي في الفارمسل، وهحط هنا. هبدأ بقى اجمع، خلينا ناخد واحدة من الكبار دول نعملها بالشوكولاتة بقى. بصوا بصوا مثلا، يعني هعمل كده وخليني ايه اخد التانية، هي دي حجمها اعتقد دي معاها. بصوا ده. هاخد بقى الحرف ده واحطه في الجوز الهند، حاجه فاتحه بصوا، فيبقى منه احجام. احنا نقدر ننوع زي ما احنا عايزين بالشكل يريحنا اهو. اللي عايز يعمل حبات كبيره ماشي، عايز يعمل حبات صغيره انا طبعا هشكل شويه اللي باقيين دول، لانه الحكم صفر واعلن عن انتهاء الشوط الاول. وهستسمح حضراتكم نطلع للاستراحه، هنرجع مع بعض نستكمل ونبدا بعض الشوط الثاني بوصفه جديده، فمستنيه حضراتكم.